في الاستوديو ينضم إلينا الآن عضو الهيئة العامة للتيار الحكمة الوطني السيد رحيم العبودي. أهلا وسهلا بك سيد رحيم. تيار الحكمة وعبر تحالف قوى الدولة طرح مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية المستعصية. هل بدأ فعلا تيار الحكمة بعرض مبادرته على القوى السياسية مثلا، على الكيانات السياسية؟ شكرا للاستضافة، مساء سعيد عليكم وعلى مشاهدي العراقية. بالتأكيد حينما تكون هناك مبادرة يجب أن يعلم بها الآخرون، وهي فهي المبادرة ليست فقط ليعلم بها عن طريق الإعلام، بل يمكن أن تكون هناك قنوات فتحها تيار الحكمة مع القوى السياسية لتبادل الرؤى حول هذه المبادرة، ما هي الخطوات التي يمكن المضي بها في الأيام القادمة. إذن فتحنا القنوات وبدأنا باشرنا أن نسلم هذه المبادرة بشكل رسمي إلى الكيانات والأحزاب السياسية. نحن نرى أن هذه المرحلة هي مرحلة يعني انشقاق كبير في الصف السياسي، وجود عتمة كبيرة في وضبابية في المشهد، بالتالي عملية الدفع باتجاه أن تكون هنالك مسارات حقيقية لإنتاج الحكومة، أن تكون هنالك تنازلات للشعب العراقي أمام هذا يعني القليل من الخدمات، الضعف في الملف الاقتصادي، الضعف في الملف الأمني، الكثير من التشويش على المواطن في المشهد السياسي، بالتالي عدم وجود بارقة أمل هو أمر محبط للمواطن، وبالتالي أعتقد أن هذا لا يؤسس لانتخابات قادمة حقيقية يمكن أن يكون المواطن عنصر فاعل فيها. وبالتالي نحن نريد أن نعيد هذه الثقة، نعيد هذا التوازن، نعيد هذا التماسك السياسي ما بين القوى الشعبية وكذلك القوى السياسية، من خلال أن تكون حكومة ترى النور بشكل واقعي، بشكل غير إقصائي، لا غالب ولا مغلوب، بقضية أن تكون هنالك قضية تعضيد لرأي الشارع وليس لرؤى الكيانات السياسية، باعتبار أن الشارع خرج على هذه القوى السياسية، وبالتالي كانت مآلاتها في الانتخابات وكذلك تغيير قانون المفوضية وقانون الانتخابات، والمحكمة أيضا عززت أن تكون هناك عملية تغيير أخرى في القانون وفي المفوضية. كل هذا الاشتباك حصل في السنوات السابقة، ولا بد من أن تكون هنالك قاعدة يشترك عليها الجميع، قاعدة المساهمة بشكل حقيقي في بناءات الدولة وكذلك في بناءات المنظومة السياسية. المصدر السلطات هو الشعب، وبالتالي علينا العودة دائما إلى هذه الرؤية. المبادرة تصف الأزمة بأنها مستمرة ويعني تلوح بموضوع انتخابات جديدة، هل هنالك كتل حسب المعطيات لديكم لديها نفس التوجه بموضوع الانتخابات الجديدة؟ أنتم تعرفون أن موضوع انتخابات أخرى هو موضوع ليس بالأمر السهل. كل الأمر يعتمد على القرار السياسي بكيف نمضي بهذه المبادرة. هناك قرار سياسي يجب أن يعني يأخذ بوصلة قرار بعد عرض المبادرة، وبالتالي يمكن أن تكون هناك رؤية، والرؤية يجب أن تكون بعيدة الأمد، لأنه المرحلة تتطلب أن يكون هناك تأسيس لمرحلة قادمة. لا يجب أن يكون هناك حالة إقصاء يراها مثلا تراها الكتلة الصدرية، يجب أن يكون هناك استيعاب واحتواء لهذه الكتلة، تأسيس المرحلة القادمة أيضا لها قواعد شعبية. سيد رحيم، تأسيس المرحلة القادمة، أنت تقول أن المبادرة يجب أن تؤسس إلى مرحلة قادمة أيضا ستكون متبنياتها الشراكة والتوازن والمحاصصة، أم سنتجه إلى نوع آخر من العملية السياسية يقوم على أساس حكومة ومعارضة؟ يعني مبنانا في الخطاب السياسي هو المعارضة والموالاة، أي حكومة الأغلبية. طرحناها كأغلبية موسعة في مبادرة السيد الحكيم السابقة، وبالتالي كانت تعاطي معها في المشهد السياسي ولكن ليس بمستوى الطموح. كانت هناك ارتكاز إلى بعض الشخصنة في الأسماء، بعض القرارات يعني المتشددة في الساحة السياسية، بالتالي عملية التشنج والخطاب المتعالي والخطاب الفئوي والخطاب يعني المصالحي لا يفضي إلى مقدمات لنتائج مختلفة. اليوم الساحة السياسية لم تشهد تغيير كبير في المشهد السياسي، بل هو انسداد ما بعده انسداد، وبالتالي قررت الكتلة الصدرية الانسحاب من المشهد لتجعل هذه الانفراجة، لكن لم تؤطر هذه الانفراجة بشكل عملي، لم يكن هنالك عمل وفق معطيات الساحة بشكل يعني جاد ومجتهد. فلذلك بادرنا بهذه القضية، لأننا نريد أن يكون هنالك يعني ضوء في نهاية النفق يراه المواطن، هنالك أمل أن تكون هنالك حكومة يعتمد منهاجها وبرنامجها الحكومي شخصية قوية تدير البلد بشكل منصف وعادل لإدارة الخدمات وكذلك إدارة حجرة الاقتصاد والصحة والملف الأمني. نستفهم منك بأن قرار الانتخابات الجديدة هو لإقناع السيد الصدر بالتراجع عن موضوع الانسحاب؟
يعني أكثر جهة حاولت إقناع السيد الصدر عن تراجع هذا عن هذا القرار هي الحكمة. بالتالي لماذا نبحث عن تراجع السيد الصدر عن هذا القرار؟ لأنه المساحات مهمة جدا بالمحافظة عليها في التوازن السياسي والاستقرار السياسي. اليوم المساحة التي تركتها الكتلة الصدرية مساحة كبيرة جدا لا يمكن لأحد أن يعوضها، وبالتالي نعم هناك تعويض ببدلاء من بقية الكيانات السياسية، ولكن هذا لا يمثل الكتلة الصدرية ولا يمثل من قواعدها الشعبية. بالتالي هذا خلل في المنظومة نراه، وبالتالي علينا أن نعالج هذا الخلل. كيف نعالجه؟ نعالج بأن تكون هناك رؤية مشتركة يشترك عليها الجميع. الانتخابات المبكرة يعني لا بأس بها إن كانت بقرار سياسي، وعليها أن تعيد الصفوف وتشكيلها، وبالتالي هذه الكيانات السياسية لا أعتقد هي تفكر في نفسها فقط بل تفكر في مجمل المنظومية. أما قضية القواعد الثلاثية التوازن والشراكة ويعني العرف السياسي، هذا أمر يعني درجت عليه ساحة سياسية. نعم يمكن توصيفه بأنه قد يفضي إلى محاصصة، ولكن دعونا نكون واقعيين ومنطقيين في قضية أن الأدوار لا يمكن توزيعها إلا بقضية أن قضية التوافق وقضية التوازن وقضية المشاركة. يعني الأدوار في الحكومة، هذه الأدوار لو كان هناك انبثاق لكتلة كبيرة بعد الانتخابات بحجم أن تكون قادرة على أن تأخذ النصف زائد واحد، هذا ينهي الجدل في قضية الأغلبية. ولكن لا وجود لهذه الكتلة لحد الآن. طيب. إذن المسارات هي في هذا العنوان، مزار قضية التوازن والشراكة. طيب ما هي الخطوط التي سوف تسير عليها مبادرة تيار الحكمة سيد رحيم فيما يتعلق بشكل الحكومة القادمة؟ هل هي ستكون حكومة مؤقتة أم ستكون حكومة مستقلين، أم تذهب باتجاه حكومة توافقية لكن مهمتها تحديد أو التصويت على إجراء انتخابات مثلا أخرى أو مبكرة؟ شوف، الأولويات هي من تلعب الدور. اليوم هناك أولويات في الساحة السياسية، هناك ملفات مهمة يجب معالجتها، ولكن بناء الحكومة أي أننا ننتقل من حكومة تسيير أعمال وتصريف أعمال إلى حكومة منتخبة، هذا أمر مهم جدا. لماذا؟ أولا لأن هذه الحكومة تنتج لنا الموازنة، وهي أمر مهم جدا بالنسبة للشعب العراقي، لأن فيها تفاصيل كثيرة اقتصادية تهم المواطن، تهم خدماته، تهم بناءات الإدارة في الدولة العراقية. بالتالي لا يجب التعطيل بهذا المسار أبدا، وعملية التأخير تضر بالمصلحة العامة والخاصة. نعم. بالعامة للشعب العراقي والخاصة للكيانات السياسية، لأنها تريد أن تشارك في قرارات تنفيذية وأيضا تشارك في قضية تنسيق العمل السياسي والعمل التنفيذي. إذن هذه المسارات لابد من إيجاد آلية، ونحن نعمل على ذلك، أن نتفق مع بقية الفرقاء السياسيين، ولنا أولوية في الساحة السياسية لأننا نأينا بأنفسنا أن نكون جزء من الحكومة القادمة، ولكن نساعد في إنتاج هذه الحكومة، نساعد في أن تكون هنالك عملية إنتاج ومطبخ سياسي حقيقي يتوائم مع متطلبات الشارع. طيب هنالك يعني انشقاقات داخل السيادة، وهناك أيضا ترجيحات بربما انشقاقات في كتل وتحالفات أخرى. اليوم هل نحن بعد قرار السيد الصدر بالانسحاب أمام خارطة جديدة؟ بالتأكيد، يعني أعلنها السيد الصدر حينما انسحب من المشهد السياسي، حينما قال أنه أنتم في حل مني. هو قد حل التحالف الثلاثي بشكل عملي بهذا القرار. بالتالي على بقية الفرقاء السياسيين أن ينتخذوا قرار جديد وفق معطيات الساحة. الخارطة السياسية تتغير خصوصا في العراق. اليوم هناك الضغط الكبير، الضغط الدولي وكذلك الضغط الجماهيري. اليوم الشعب دائما لديه مطالب، وحتى نشهد أننا نشهد تظاهرات مطلبية. كيف يمكن معالجة هذا الأمر؟ يتم معالجة هذا الأمر بأن تكون هناك خارطة تحالفات جديدة. هذه خارطة التحالفات يمكن أن تؤدي بالتالي إلى إنتاج أصبحت حكومة. موجودة هذه الخارطة أم لا زالت؟ لا يمكن يعني الجزم بأنها موجودة أو ممكن أن تتواجد ما لم تكن هناك رؤية موحدة. لذلك طرحنا هذه المبادرة لتوحيد الرؤى ولتنسيق المسارات، وبالتالي يمكن الذهاب باتجاه بوصلة. طيب سيد رحيم، سؤال أخير. نواب من كتل مختلفة رشحوا حسم ملف رئيس الجمهورية والحكومة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، هل تتفق مع هذه الترجيحات؟ هل هناك إمكانية حسب المعطيات للاتفاق على رئاسة الجمهورية والحكومة بعد عطلة العيد، أم ما زال الأمر مبكر؟ لا أبدا، الأخوة الكرد دائما ما كانوا يعني قريبين، يعني متقاربين جدا في قراراتهم. رأينا انفراجة فيما بينهم في جلوس إلى طاولة حوار، وبالتالي ما دام هناك تنازلات وما دامت هناك نوايا مختلفة عما في السابق، أعتقد أننا قريبون جدا من هذه الرؤية، أي أن يتفق الطرفان على توحيد القرار السياسي باتجاه مسمى رئيس جمهورية، وبالتالي الذهاب تحت قبة البرلمان. لكن هذا لن يتم ما لم تكن هناك عملية اتفاق وطاولة حوار أكبر، وهي
بين القادة السياسيين الذين سيشكلون الحكومة القادمة. هذا مهم جدا، وهذا ما نحاول أن نعمل عليه في الأيام القادمة، لأننا نريد أن نمضي والمركب أن يمضي إلى بر الأمان بشكل حقيقي. العراق مهدد بالكثير من الملفات، وهذا أمر معطل جدا للقرار السياسي والقرار التنفيذي، فلذلك يجب أن تكون هناك رؤية موحدة.